خرج خرجنا دوك خرجنا دوك خرجنا باش نتفقدوا اولا تطبيق القرارات اللي خدينا في قضيه المداومه. تم تسخير 51248 تاجر تقريبا على المستوى الوطني. نسبه الاستجابه كانت تقريبا حتى لا اقول 100%، يعني اكزاكتومون 99.85%، لان في العديد من الولايات حلوا 100% بدون اي سان ديفيكسيون، مي ممكن تغيبوا بعض الاحيان بعض الاخوان. راح نشوفوا لماذا دابور، يعني لازم تطبق 100% هذه التعليمات اللي تم اعطائها. التعليمات الثانيه اللي مشينا فيها اننا موش فقط نحل 51000 محل وتكون فارغه من المنتوج ومن المواد اللي يقصد يشريها المواطن، لازم تكون متوفره كذلك. راح تطبق كذلك بعض العقوبات على الإخوان اللي يحلوا ما عندهمش هاتي المواد.